في فيديو قال لك نيمار دير شي حاجه في الماتش اللي لعبوا ضد كوريا. كيف كتلاحظوا نيمار؟ صراحه ما متيق انا والله ما متيق. هاد الفيديو هذا لقيته في تيك توك البرازيلي. كيف كتلاحظوا ديك الكتابه؟ المهم واش ديال البرازيل ما عرفتش برتغيز. الصراحه قولوا لي نتوما واش داير شي حاجه ولا لا. تبعوا الفيديو. نيمار مستريسي في الماتش وكاملين الناس اللي تفرجوا في هذا الماتش هذا غيكونوا لاحظوها. صراحه انا مركزت عليها ولكن فاش داروا البرازيليين ما فهمت الصراحه والو. كيف كتلاحظوا تشوفوا الاشارات اللي كيدير بيدي اللي غيجيبوا لي شي حاجه. كيف كتلاحظوا تيكونوا اشارات باللعابه راكم عارفين. نيمار مستريسي ديال بصح صراحة. هادشي هذا في شكل شفتو اللي شفت عطاه شي حاجة في نيفو كاسيميرو. هاد اللاعب سميتو كاسيميرو شكل عمر ريال. مكنفهمش في الكرة الصراحة بزاف ولكن هادشي مفهوم. هذا كتشوف شي حاجة كتفهمها. هانتوما لاحظوا بالعرض الباطئ عطاه شي حاجه في نيفو ومستوره. يعني ماشي شي حاجه كانت شي حاجه ليغال تكون اون بلان بيبليك فهمتي. ولكن فاش كتكون شي حاجه يعني ايليغال كتكون ديما مستوره. الصراحه هادشي هذا تيخلع. قولوا لي شنو فهمتوا من هذا الفيديو هذا. انا بغيت التعليق ديالكم. انا بحالي بحالكم ما فاهمش اقسم بالله ما فاهم. نيفو داكشي ولاحظتوها هذاك كاسيميرو داك اللاعب اللي الاحداء الخمسه هو اللي قاس لي نيفو اللي كي فهمتي. حيت ما يمكنش يدير هادشي كامل نيمار بوحدو غيشكو فيه الناس دغيا داكشي. وكيف كتعرفوا انا كمل معكم الفيديو يعني داكشي باين. هو نيمار من بعد مثلا الماتش او كيف كتلاحظوا او دخل لهنا البلاصه اللي فيها الفيستيار وداكشي هنا تسلم على اللاعب الكوري. من بعد شاف هذوك هاد خونا ديال الفيفا فاش وقف عليه. هذا راه مع البرازيل هذا خونا هذا المساعد ديالهم. داكشي كل لاعب تيكون عنده مساعد ديالو. هنايا نيمار شاف هاد ديال الدروب دروغين كونترول توقف عليه. هادو ديال بحال قلتي كيشوفوا اللعاب واش مدروغين وداكشي. هذا الكونترول وقف على نيمار. نيمار تلف سلم على هذاك الكوري تا بغى يمشي الكوري باش يفانتي هاد صحاب الكونترول دروك كونترول الدوبين كونترول. بحال قلتي بغى يعطيه الكيد مع عاد بغى يتبادلو كيد ما فهمتي. يعني قول لي انت واش فهمتي من هاد الفيديو هذا واش نيمار متعاطي